السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. والنهارده هنسجل قراءة تاروت وفنجان لمواليد برج الأسد لشهر نوفمبر لعام 2022. أهلا بكم يا جمهور سماء المحبة، وأتمنى يكون شهر سعيد لكم بإذن الله، وأتمنى تحقق كل ما تتمنون وتحلمون به خلال هذا الشهر بمشيئة الله. نسأل الله أن يكون شهر خفيف على قلوبكم، وأن تكون توقعاتي كمان خفيفة على قلوبكم. بسم الله. مواليد برج الأسد، في كارت السبع عصيان وكارت القمر وكارت الكاهنة. الحقيقة مواليد برج الأسد كارت تمن عصيان، اللي بيمثل بالنسبة ليكم دافع أو رغبة داخلية بداخلكم، أو قوة كبيرة بتدفعكم نحو تحسين حظوظكم ونحو إحداث تقدم حقيقي في حياتكم بتسعون إلى تحقيقه. نقدر نقول كارت القمر، وكارت القمر اللي بيمثل فترة كانت ربما صعبة جدا عليكم، أو بيمثل إن كنتم الفترة الحالية بتتحملوا العديد من المسؤوليات، و بتتحملوا العديد من الأشياء اللي بتضغط وقتكم من أجل التواصل مع العلاقات الخاصة بكم والأشخاص اللي ممكن يساعدوكم على تأمين وضعكم العاطفي المستقبلي. يعني إيه؟ يعني يا مولود برج الأسد، لو عندك أصدقاء أو لو عندك أهل أو لو عندك أشخاص في المحيط الخاص بيك بتستفاد من وجودهم في حياتك، أو في علاقات معينة بتجمعكم على أشياء معينة أو تبادل علاقات. بيكون عندك خلال شهر نوفمبر زي ما تكون كده بتهتم بالأشخاص من حولك، بتسعى انك انت تحسن علاقتك بالأشخاص من حولك، بتبدأ انك انت تخدم اي حد محتاج منك المساعدة، تقف بجانب الجميع، تحل مشاكل أصدقائك وأهلك والأشخاص القريبين منك، عشان كل الأشياء دي بتجعل في رصيد من المساعدة متبادل بينك وبين الأشخاص في المحيط من حولك، بيساعدكم على أنكم تحققوا أهدافكم أو أنك أنت توصل لأشياء معينة أنت بتسعى ليها. ده كده فيما يخص إيه؟ الأحداث الرئيسية. كحدث رئيسي ثاني ممكن نقول إن في عندك كارت ملكة العصا، وكارت ملكة العصا بيمثل دافعك نحو تحقيق هدف كبير أو أهداف عديدة، أو ربما شيء هام أنت بتسعى لتحقيقه، وربما حتى أن الشيء ده بالنسبة للأشخاص اللي في المحيط الخاص بيك اللي ممكن تكون قدراتهم الذهنية أقل أو مهاراتهم أقل، بيبان ليهم أن أمر تحقيق الهدف ده يكاد يكون صعب نوعا ما. نقدر نقول عندك كارت السبع كؤوس، والسبع كؤوس اللي بيمثل انك انت خلال شهر نوفمبر بمشيئة الله تتمكن من تحقيق ما يعادل 70% من النجاحات اللي بتخليك توصل في النهاية للهدف اللي بتسعى ليه. يمكن عشان كده كمان بيكون عندك نوعا ما من تحقيق ضعف التوازن المالي في حياتك، اي بتكون مستقر ماليا وبتتمكن كمان من انك انت تحيا حياتك العادية بدون ما تكون ضاغط على نفسك، وكمان بتعرف ازاي تأمن مستقبلك المالي، او انك انت تعمل حساب مثلا الاموال اللي هتحاول انك انت تكتسبها في الفترة القادمة. نقدر نقول كارت الساحر ككارت دافع. كارت الساحر كدافع مع وجود ثلاث عملات كحدث والثلاث سيوف في النتيجة. والله كارت الساحر في الدافع ربما بيرمز بالنسبة ليكم إلى رغبتكم في الدخول في شراكة مع حد روحاني سيء، يعني حد مثلا روحاني من اللي بيمارسوا السحر أو من اللي بيقوموا بالأشياء اللي هي من النوع ده. يعني شايف ان في نوعا ما من وجع القلب، يا اما انت اللي بتفكر تعمل كده فبالتالي عندك نوعا ما من الحزن فبتحاول مثلا تعالج نفسك بالسحر، او تنتقم من حد اذاك مثلا بالسحر او حاجة زي كده، او ربما انك انت مثلا تكون
يعني حد هو اللي اذيك بالسحر، او بتفكر تخش مثلا معالجه روحانيه، عايز تعالج روحانيا من اذى نفسي بيلحق بك، والاذى دوت شديد نوعا ما، واكبر تاثير للاذى ده عليك هو السحر. نقدر نقول الحدث الثاني بالنسبه ليك اللي فيه الكاس الكبير في الدافع. الكأس الكبير في الدافع يعني رفاهية مالية، أموال كثيرة وتحقيق نجاحات مالية كبيرة، ويعني زي ما تقول كده في فرصة أنت عايز تحصل عليها، حاجة بتدعي ربنا إن هي تتحقق كأنها حلم من أحلامك وفيها إيه خير ليك كتير. بيكون الحدث ملكة العملات، يعني حتى من بيوصلك للدافع او الامنية دي بيكون بالنسبة لك هو استقرار مالي كبير او نجاحات مالية كبيرة او مخالفة للمنطق المالي المعتاد لديك. عشان كده بتكون النتيجة عندك يا مولود برج الاسد هي الثمان كؤوس، يعني بتحقق نجاحات كبيرة وبتتمكن من انك انت تتجاوز فترة صعبة كنت بتمر بيها، وبتقرب اكتر ناحية حلمك اللي احنا تحدثت عنه في البداية اللي انت بتسعى. في الباب الفرع الثالث ممكن نقول ربما تسعى انك انت تقدم طلب لحد معين، ربما تسعى انك انت تقدم على وظيفة جديدة تحديدا. عشان كده بيكون عندك الحدث هو السبع عملات. السبع عملات يعني بتضاعف بقى النجاحات المالية، بتقدر انك انت تضاعف التوازن المالي، بس بتبذل مجهود كبير جدا، ربما بتعمل على وظيفتين او على مهنتين، وكمان بيكون عندك تحقيق نجاح مالي كبير تقدر من خلال النجاح دوت انك انت ايه تستبشر بالمنصب اللي انت بتسعى للوصول اليه في النهاية. كحدث فرع رابع كمان ظهر عندك هنا كارت الست كؤوس اللي بيدل مثلا على هدية تأتيك خلال نهاية الشهر ده، وبيكون في الهدية دي نوعا ما من الاستقرار، نوعا ما من السعادة، وبتكون عندك بمثابة بداية جديدة لمرحلة انت مستبشر بيها او هتكون فارقة في حياتك. من رسائل القدر ليك رسالة بتمثل بالنسبة لي كوكبة المثلث الجنوبي، مشروع جديد، مهارة وعمل جاد، يعني ربما يكون عندك دافع انك انت تقبل على مشروع جديد او شيء جديد، وبتبدأ انك انت يعني متفائل او بتزود من حماسك من خلال المواهب الخاصة بيك، او من خلال الشغف، او من خلال الادرينالين بمعنى اصح او الفن. ونقدر نقول انك انت بيكون عندك يعني تجربة جديدة بتجربها، بتكون بالنسبة ليك بمسافة سفر او حاجة مختلفة، فلسفة حياة مختلفة، فلسفة حياة جديدة بتبدأ انك انت تحيا بيها خلال شهر نوفمبر. هنا شايف انك انت عندك القدر بيساعدك في اشياء كثيرة، كأنك تحت رحمة قوة الله أو تحت رحمة قوة أكبر، في مساعدات من المجتمع من حواليك ومساهمات بتساعدك في النهاية، في نهاية الشهر دوت أنك أنت تحقق نجاحات مالية كبيرة أو أملاك، أو تكتسب ملك شيء جديد، مشروع جديد، تكتسب نجاح جديد بتتمكن من تحقيقه إن شاء الله خلال شهر نوفمبر. الفنجان، في الفنجان الحالة النفسية يعني مش وحشة، عادية، شايف انك انت مش سعيد جدا، مش حزين جدا، وضعك عادي نوعا ما. عندك مساعدة بتقابلها طول الشهر ده من اشخاص مختلفين، بتبدأ معاك المساعدة دي من صديقة ليك، طبعا القراءة للرجال والنساء، فإما صديقة ليك او صديقة ليكي، بتقدم لكم مساعدة كبيرة خلال الشهر ده، ودعم كبير، حتى دعم نفسي شديد، واقبال وتشجيع، وبيكون في استجابة لعدة اماني بتحصلوا عليها، بيكون في نظرة مليئة بالقلق
تجاه خطوات بتقوموا بيها، ولكن بتجدوا أشخاص بيهونوا عليكم القلق ده وبيساعدوكم وبيسهلكم حاجات كتير صعبة لحد ما تتمكنوا من تحقيق أهدافكم اللي بتسعوا ليها. إن شاء الله يكون شهر كويس، وإن شاء الله تحقق كل اللي تتمناه في الشهر ده يا مولود برج الأسد. ما تنساش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس من أجل أن يصلك التوقعات اليومية والشهرية والأسبوعية لبرجك، ولحجز قراءة خاصة يمكنك التواصل معي من خلال جروب الفيسبوك، اللينك بتاعه أسفل الفيديو. شكرا لكم، السلام عليكم.